الأسابيع الأخيرة انقطوا له صعب بطبيعة الحال صعب المباريات مع أي اسم تاع فريق ترافورد. كل الناس حابة تدي النقط ديالها باش ما تكونش مفاجآت غير سارة. كان خلينا الماتش في الشوط الأول بصراحة كانت بعد ما سجلنا الهدف كنا نقدروا نزيدوا نظنوا يعني السكور بهدف واحد اخر، لكن كان تثاقل ولا تسهلت المباراه ولينا نلعبوا مع الحارس ديالنا نلعبوا بيناتنا وصعبنا المباراه على نفسنا. الشوط الثاني كنا نسينا في رده الفعل تاع وجده، تكلمت مع المدافعين فلاميترون احنا رانا رابحين 0 كان لها تقلبوا ما كان لها تخليوا فجوات او تخليوا لسرسرة مشى دياكيتي سو لو كوتي سونتري دياكيتي سونتري ببيدرو يعني متفهمش اللي كان يقاليزونا وكانوا من بعد يا يو دي كونتر كانوا لي سباس من بعد بطبيعة الحال كانوا يقدروا يسجلوا لنا، لكن سي ان بوان مادام الكابيتال بوان يعني رانا نديرو النقطة بنقطة بنقطة. كنا اليوم كنا حبينا نتهناو على البطولة ديالنا ونتهناو على الكلاسمون ديالنا. اليوم كنا ربحنا ان شاء الله كنا نكونو على 34 بوان، بقينا دابا ولينا على 32 بوان. فوالا هذا هي الوضعية. والله ما عرفت خويا السؤال الثاني هو كيفاش غتشوف المباراه ديال التصفيات؟ اولا بالنسبه لهذه الفتره الصعيبه هذه حنا بدينا في 20 جوله كنا بين لا بريمير الى 5 بلاص في 20 جورني، يعني باش الناس ما تكونش الذاكره ديالهم في 20 جوله وحنا بين لا بريمير عند كملنا واحد النهار بدنا حنا الاولين بين لا بريمير الى 5 بلاص في 20 جورني. من بعد يا يو دي بليسيور تاع لاعبين مؤطرين جاو كان دي جوار داروا كوفيد واحد 3 سيمان منهم زكريا حدراف دار 3 سيمان تاع كوفيد، كاين دي جوار تبليساو عندنا دو زيترونجي غادروا النادي اسماعيل و بانغا، يعني بدات تضعضع ليكيب ديالنا. سي توت افي نورمال راك تشوفوا رانا طلعنا لي جون نلعبوا في لي جون لا، لكن ناقصين خبره يغلطوا اليوم ان شاء الله لي ماتش الجايين ما يغلطوش. فوالا والله لازم نعطيني وقت نرتاح نعطيني وقت. سي تا ماتش صعيب اصعب من هذا عندك الحق ماتش اصعب من هذا اللي لازم علينا نسيو باش نربحو انا في دارنا. جميع تلقوا الدار اللي الفريق الموجود اليوم كان هو تحرك لاعبين 17 و27 الناس الحالي وداكيتي وعندهم ادب الفنيه ديال داكيتي. واش بن شيخه ما كانش لاعبين لمجرات هاد اللاعبين في وسط الميدان ولا لم يفطن؟ لا فاطن قبل الماتش بيومين عند بحيري وفاطن على داكيتي قبل الماتش بيومين. وفي الشونجمون ديالي دخلت محسن بن خالد قلت له تمشي عند فلان وما تخليش يلعب فاطن ولا فاطن. استاذ حق بان لي انا واحد الماتشات واحد اللي شفت كثير كنشوف في التلفزيون بان لي دري شويه تيهين في الشوط الثاني ها كيجريو في الملعب. ما الحق باش تحب نقول لك هذه ظروف حنا نمروا في فتره صعيبه هذه من بعد الوتور واحد دو ماتش قلت لكم ضعضعت يعني ضعفت ليكيب ديالنا كما وكيف ضعفت ويكسبليكيت الاخ لي سيتياسيون علاش بعد ما تبريسا دي جوار كاين دي جوار 3 سيمان 4 سيمان شعيبه مشى لي تيكاسيون شهرين ما تلاقيناش معاه تبريسا تكسرت له لا شوفي
شعيب. شعيب هو اللي كان يعني كان هو اللي كان يمشي لنا في ليكيب سو لو بلان تكنيك سو لو بلان دو جو، هو اللي كان يمشي في ليكيب. دو موا راه قاعد. زكريا حضر في نفس الشيء، فتاح نفس الشيء، واسمو القعداوي نفس الشيء، طواسوما القعداوي. هذا نقص الفريق ديالنا يعني نقصت الحيويه تاع ليكيب. بدينا نرجعوا لي جوار بداو يرجعوا لي بليسيمي. وكاين جوج صفرات سي عبد الحق، جوج صفرات في البوتوش. مثلا 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 التسيوب شويه مثلا التسيوب شنو نقول لك؟ دوكا انا نقول لك ضعيف ليكيب ديالي نضعفها، ودوك جوار حدا كارطون نزيد نخرجوا، هذا ما كنقول لهم ما تلعبش عندي. ومن بعد شنو اللي عامل؟ نزيد نضعف ليكيب ديالي. ليكيب ناقصه ضعيفه، شنو الحل بالنسبه لك؟ ما قلتش ناقصه ضعيفه، قلت ضعفت ناقصه. شنو ضعفت في التقنيا؟ مازال ما كاينش النتيجه الا وراها ضعفت ولا وراها ناقصه. بيان سور. دونك شنو هو الحل بالنسبه لكم؟ ما كان حتى حل، الحل نخدموا ونكملوا المشروع ديالنا. شنو الحل؟ نخدموا احسن من هكذا ونحاولوا نقصوا الاخطاء. حنا اليوم رابحين زيرو، انا 60 70 دقيقه رابحين على زيرو. فوالا. ولكن النتيجه هي المهم دابا، كنشوف النتيجه هي هو اللي قال. دونك باش نبرروا هذا باش تكون عندنا نتيجه ايجابيه. ان شاء الله يكون الاحسن ان نتفاداو الاخطاء اللي درناهم اليوم. اللهم لا بارك. شكرا لكم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.